الرحمن الرحيم، مساء الخير. ما هي الأثار النفسية التي نجمت عن أحداث ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 على شخصية المواطن المصري؟ هل أصبحت نفسية المواطن المصري أفضل؟ هل أصبحت أسوأ؟ هل أخرجت هذه الثورات أفضل ما فيه؟ هل أخرجت أسوأ ما فيه؟ هل عشق الناس التظاهر والاحتجاج بشكل دائم؟ هل جماعة الإخوان المسلمين أو بعض من فيها يعتبر مغيب عقليا أو مريض نفسيا؟ أم هم على صواب ونحن نفسيا الذين على خطأ؟ هل المجتمع المصري بحاجة إلى علاج نفسي جماعي؟ هل ما يحدث الآن بالنسبة لحوادث العنف والإرهاب هل الحل الأمني والحل الوحيد الممكن لها؟ هل من يقبض عليه ويتم التعامل معه على أنه يمارس الإرهاب والعنف هل يكفيه التعامل معه فقط بشكل القانون والقضاء، أم هو أيضا بعد إنفاذ حكم القضاء والقانون هو أيضا بحاجة إلى رعاية نفسية وبحاجة إلى دعم نفسي وبحاجة إلى علاج؟ ما هي التشوهات التي حدثت فينا وما هي التطورات الإيجابية التي حدثت في نفسيتنا؟ الدكتور أحمد عكاشة أحد أهم علماء الطب النفسي في العالم وضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة للإجابة على السؤال الكبير: ماذا حدث للحالة النفسية للمواطن المصري؟ تابعونا بعد الاستراحة. الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أحد رواد الطب النفسي في مصر ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، كما أنه أشهر المتخصصين في علم النفس السياسي. درس عكاشة علوم الطب بجامعة عين شمس عام 1957، ثم سافر في بعثة دراسية إلى إنجلترا وعاد إلى مصر، وكان أول من أدخل قسم الأمراض النفسية في كليات الطب في مصر عام 1964، وتدرب في المناصب الأكاديمية وكان رئيسا للجمعية العالمية للطب النفسي. ألف 47 كتابا باللغة العربية والإنجليزية، ونشر أكثر من 342 بحثا علميا في المجلات العلمية العالمية والمحلية، ونال جائزة الدولة التقديرية في الإبداع الطبي من أكاديمية البحث العلمي عام 2000. اشتهر عكاشة بتحليله الدقيق لشخصية المصريين مواطنين وحكاما شبابا وشيوخ. إن حرية التعبير واحترام الفرد لذاته وأن المواطن بيأدي واجباته بتدي 30% من الصحة النفسية. لاش فلوس ولا سلطة ولا قوة ولا أي حاجة، ده الأربع حاجات. إيه رأيكم في الصحة النفسية والمصريين؟ كما تفنن في تحليل الدوافع النفسية وراء الثورات والمظاهرات، ورصد مؤخرا التغيرات التي طرأت على الشخصية المصرية بعد أكثر من عامين ونصف من الثورة والجدال والصراع السياسي والعنف في الشارع. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، رئيس جمعية المصرية للطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي الأسبق، وعالم جليل ومفكر حقيقي، وله عدة كتب أثر بها المكتبة العربية. لكن أنا بتوقف دائما أمام الشخصية المصرية، الجزئين اللي هم صدروا في هذا الموضوع. أولا مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. سؤالي هو، وأنت ترصد حالة المجتمع المصري، ما هي التأثيرات الأساسية التي يمكن أنه تلاحظها على الشخصية المصرية منذ ثورة 25 يناير وبعد ثورة 30 يونيو الحالي؟ طبعا ده ممكن يكتب فيه مجلدات، لكن السمات الأساسية. السمات الأساسية أنه ما حصلش في تاريخ مصر من آلاف السنوات أن حصل انقسام في النسيج بتاع المجتمع المصري زي ما حصل دلوقتي، وسببه وجود التيار
الإسلامي السياسي اللي هو دخل بطريقة ركب ثورة معينة وحاول ان هو يغير الهوية المصرية اللي بقى لها آلاف السنين. في خلال سنة واحدة عمل أخطاء كثيرة جدا جعلت ان المواطنين بدل ما بيتكلموا مع بعض باختلاف، يعني كان في مقالة قريب مكتوبة في الهيرالد تريبيون، واحد بيقول لك في فرق بين الخصوم والأعداء. خصوم هم الادفيرسريز، بعد الانيميز. الخصوم دولت ممكن ان هم عاوزين يهزموا الاخر، ممكن عاوزين ياخدوا السلطه منه، لكن بيتحاوروا معاه، بل بالعكس ممكن كمان ينضموا اليه في الاخر اذا كانت، ولكن في الاخر ممكن يتناقشوا مع بعض. العدو بقى مش عاوز هزيمه، عاوز يحطم الاخر. فالاخوان استطاعوا ان هم يجعلوا من نفسهم عدو للشعب المصري، لان هم معتبرين ان الشعب المصري ده عدو. فدي عملت نوع من انواع الحسره للمصريين. كيف تتكون شخصيه الانسان اللي هو يرى شقيقه في الوطن مش خصم سياسي يؤمن بنظريه اخرى مخالفه له، هذا طبيعي يحدث في كل انحاء العالم، ولكن عدو؟ احنا عندنا في الطب النفسي حاجه اسمها الضلال، الديلوشن او الاعتقاد الخاطئ. والضلال ده هو يعني فكره خاطئه بيؤمن بها الانسان، لا يستطيع اي انسان الحوار معه، يعتقد ان الحق معاه، حتى اذا كان هو المهدي المنتظر، حتى اذا كان هو اذكى واحد في العالم، حتى اذا كان في نوع من العظمه، نوع من الغيره، نوع من الخيانه الزوجيه، اي حاجه بتبقى مش حقيقي ولا يمكن الحوار معاه. ولكن جينا قلنا ان في ساعات احيانا بيبقى في ضلال ديني وضلال سياسي، فكره خاطئه اؤمن بها وما غيري مش مهم خالص ولا اقتنع به. ولكن احنا في الطب النفسي قلنا اذا كان ضلال ديني وضلال سياسي ده ما يروحش للطبيب النفسي، يعني ده ملوش دعوه بالامراض، ما نقدرش نعالجه العلاج الدوائي الكيميائي النفسي. المفروض ده مفروض انك انت تقدر تعالجه بواسطه انك انت تغير المنظومه الفكريه الخاطئه بمنظومه تانية تكون فيها نوع من انواع القدره على الحوار اكتر شويه، او المرونه يعني. لان هم التيار الاسلامي معتقد ان هو صح وان كل الباقي غلط، خاصه زي ما حضرتك عارف ان في الكتاب بتاعه سيد قطب بيقول ان المجتمع ده في الجاهليه وكافر عالم في التاريخ وكافر، وبالتالي انك انت يجب انك انت تغير هذه الهويه بتاعه الكفر بتاعه باي طريقه واي سبيل كان. اللي صعبان عليا طبعا انا ان الناس اللي بتموت وخاصه منهم هم من الاخوان المسلمين، لان الولد ده بيموت لانه مغسوله مخه على اساس ان هو شهيد. ويؤسفني اقول ان العمل اللي بيعمله وحسب الاحاديث وحسب القران ان المسلمين القاتل والمقتوم الاثنين في جهنم. فانا يعني حزين على الاباء والامهات اللي بيفقدوا اولادهم ويسيبوهم بهذه الطريقه علشان اسباب ضلال اعتقاد خاطئ. ويزيد على ذلك طبعا، طيب هو ممكن ان هو يؤمن بانه نظريته السياسيه هي الصح ويدافع عنها ويسعى لاقامتها على وجه الارض، او ان هو يقيمها بشكل مشروع ويقيم حزب سياسي ويصل بشكل شرعي الى الحكم ويغير النظام السياسي ويغير شكل المجتمع من خلال الاغلبيه اللي موجوده عنده في البرلمان ويقيم الحكومه التي يراها مناسبه، هذا حق مشروع، ويعتبر الاخرين الذين يخالفونه في الراي خصومه السياسيين، هذا يحدث في كل الديمقراطيات طبعا في العالم. لكن فكره ان يرى ان من يخالفه الراي هو عدو، مش بس عدو وكفر، لا ما انا جاي بقى في النقطه اللي بعد كده، ومن يخالفه طريقه انتهاج الطريق الى الاسلام، يعني هو جماعة اخوان لكن ممكن يكون فيه مسلم اخر مثلا مش مسيس، او مسلم صوفي، او مسلم سلفي بشكل مختلف، او مسلم شيعي، يعني ياخد المنهج اللي هو شايف هذا خارج عن الملة. طيب
يجي بقى ينظر الى الاخر اللي هو المسيحي او القبطي، ده شغلانة تالتة بقى يعني، ده بيحطه في منزلة ادنى وادنى عفوا يعني. ففي نهاية الامر كيف يتكون الفكر اللي فيه نوع من انه ايماننا نحن يختلف عن ايمان العامة، ده موجود في ادبيات حسن البنا، ان ايمان الجماعة يختلف عن ايمان العامة، وان هو يعني هما بيرقوا بالاسلام والاسلام يرقى بهم، اما الاخرين فده مجتمع جاهلي. ما هو ده اللي احنا بنسميه الفكر الفاشي او الفكر الناسي، ان مجموعة قليلة من الناس تحاول ان هي تغير كل الناس اللي هما يعني الاسلام بقاله 1400 سنة موجود الاسلام او اكتر، ان يجي ناس في 80 سنة يقولوا الاسلام اللي فات ده كله واللي موجود حاليا ده غير طبيعي، وان احنا اللي صح وانتوا الغلط، وفي نفس الوقت يتكلموا على السلفيين اللي هما كانوا ماشيين الصح وهم عاوزين يغلطوهم، دي تدلك على ان في ارتباك فكري انشأوا هذه الجمعية التي الله اعلم نشأت في تاريخ كتير جدا نشأ فيها ازاي. ولكن من الممكن جدا ان الافكار بتاعت الشباب اللي هم بقالهمش مدة طويلة تحت غسيل المخ، اصلا هم بيعملوا ايه؟ زي ما حضرتك سمعت ان في 93 مدرسة اسلامية دول بيخش فيها العيال في سن 5 سنين، دول بيتعلموا فيها كراهية ما هو غير العقيدة بتاعتهم، مش الاسلام. حصل في البلد دلوقتي مش اسلام طبعا، ده صراع على سلطة ملهاش دعوة بالاسلام خالص. فايش الولد ده هو بيتعرض لحرمان حسي، مفيش اي ثقافة تجيله، اي ثقافة تجيله غير الموجهة اليه بهذه الطريقة، بيتبرمج التفكير بتاعه ان هذا هو الصح وما غيره خطأ، وبيستمر في هذا لغاية بيكبر، وبالتالي بيكون نوع من انواع البرين ووشنج او الغسيل المخ اللي بتعمل. وبص اللي عملوه في رابعه وفي النهر، كان لا يمكن ان حد يتكلم غير الخطباء بتاعتهم والجزيره، اي نوع من الاخبار الثانيه كانت غير موجوده. اذا هم اتحطوا في نفق اخر الشهاده، وما فيش اي منبهات تقدر تفك المفهوم العقلي ده هوت، ده اللي بيعملوه. طيب تقدر تفسر بايه؟ مهما أنا كنت مؤمن بفكرة أو بحزب أو بجماعة، لكن في النهاية بحترم عقلي المفروض يعني. فلما يطلع حد على المنصة الرابعة ويقول بعد بكرة الرئيس مرسي هيكون معنا، الأسبوع الجاي الرئيس مرسي معنا، الأسبوع الجاي الرئيس مرسي هيكون معنا، الرئيس مرسي يقرئكم السلام، الرئيس مرسي بيقول كذا، ثم لا يظهر الرئيس مرسي. يجي حد يطلع على منصة رابعة ويقول انه جبريل والملائكة تنزلت على منصة رابعة وها انا ارى. طيب يجي حد يقول انه هو شاف منام للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي بيأم الانبياء كل هذه الامور، كيف يمكن لمن هو له العقل لأولي الالباب ان هم حينما يروها ويروا عدم صدقيتها او عدم منطقيتها او عدم صحتها انه يستمروا في حالة دعم وتأييد هذا الشيء اللي هم متواجدين فيه؟ مش في كومن سنس في منطق. انا اضيف لكلام حضرتك ان هم قالوا كمان اذا حطيت صورة مرسي على قبرك فده يعني طريقك الى الجنة، يعني زيادة عن الكلام اللي قالوا. فلك حق طبعا تقول ازاي واحد ذكي وعاقل ان هو يستوعب هذا الكلام، ولكن لما تكون انت بعقل جمعي مش عقل فردي، لان المجموعة دي كانت قاعدة في عقل جمعي، مفيش اي نوع من انواع منبع لاي فكر الا الناس اللي بتقول لهم وتحمسهم وتخطبهم وتقول لهم الشهادة وتقول لهم كذا وتقول لهم كذا، وفي نفس الوقت انك انت الاخرتها الجنة بتاعتك، انت ما عندكش، يا ما تموت يا ما تروح الجنة، مفيش حاجة تانية. لما تكون انت في العقل الجماعي ده، هي الثقة فنم بتأتي من الانسان اللي هو بيقول لي انه مثلا معلومة يوم السبت، وقال لي معلومة يوم الحد، وقال لي معلومة يوم الاثنين،
انا مصدق طول الوقت معلومة السبت، لكن اذا ثبت يوم الحد ويوم الاثنين ان كل مصادر معلوماته غلط هبتدي تشكك في معلومة السبت. هو دي الهستيريا الجماعية. انك انت يعني كيف لا يشكون غريزة القطيع. غريزة الى هذا الحد، مش هذا الحد. انت بتكون اثناء ما بتكون في الماسس في المجموع العام بتبقى العقل بتاع المجموعة دي هو اللي بيمشيك. بنسميها غريزة القطيع. ليه؟ انت بتشوف الفيل ماشي ورا الفيل، الخروف ماشي ورا الخرفان، لو ينزف مادرينج منتاليتي. ايوه هو بنسميها غريزة القطيع. انك انت ما تكون في مجموعة واحد ماشي قدامك بتمشي وراه، ينزل في النار بتمشي، مش في المية، ما بتحسش بالحاجة الفردية العقلية الفردية بتاعتك. ده في الحقيقة هيتسمت على البني ادمين لما يكونوا في قطيع بدون وعي. وانا سميت ان جزء كبير قوي من الشعب ماشي قطيع ودموعي. يزيد على ذلك بقى ان القدرة على الإيحاء والتصديق في المجموعة غير لما تكون لوحدك. يعني حضرتك بتكلمني دلوقتي وبتقول ازاي ان هما تاني يوم تالت يوم، لا ابدا، مقبولة قوي ان هو تاني يوم يغير، لم يشاء الله وحصل كذا، خلاص هتمشي عادي. لما يكون لوحدك وبتفكر لوحدك غير، ودي النقطة، ان هما تملي بيتحركوا في مجموعات ما بيتحركوش في افراد، لان مجموعات بيبقوا قابلين للإيحاء، بحيث انك انت ممكن تكون العنف والحاجات اللي ضد يعني الانسانية الإنسانية اللي هي نمرة واحد في أي حاجة، الواحد يكون إنسان. لما ييجوا يقولوا الشرطة هي التي قتلت، بينما هو واقف في الجانب بتاعه شايف على يمينه وعلى شماله ناس من زملائه هم اللي بيضربوا نار، ويشوف بيان جماعة الإخوان بيقول شيء ومع ذلك هو مش شايف كذب، يعني هو معاصر الحق، هو طرف فيه، هو بيشوف قدامه في الجانب الآخر جثث بتسقط. عملية الإنكار والمراوغة والإسقاط على الآخر دي عمليات دفاعية لا شعورية لحفظ كرامة الإنسان. فأنت تملي يعني إلى الآن محمد مرسي يقول لك أنا رئيس الشرع، الدينايل إنكار. دي عملية لا شعورية لحفظ كرامة الإنسان. يزيد على ذلك بقى اللي احنا بنسميه راشناليزيشن أو التبرير، ان كل شيء عنده مبررات يقولها. دي عمليات عشان يدافع عن نفسه، لان هما في الوقت الحالي هما في حاله انتحار جمعي. ما انا كنت لسه يعني هما في حاله انتحار جمعي. يعني ايه اللي انتوا عاوزينه؟ يقول لك الشرعيه. طب انت دلوقتي ضد الشعب، يقول لك لا احنا الشعب، احنا الاغلبيه. يعني في ناس كلمت معاهم اساتذه في الجامعه يقول احنا اغلبيه، يقول له اغلبيه ايه؟ اذا كنت انت واخد في الانتخابات 50 ونصهم مش تبعك يبقى ازاي اغلبيه؟ يقول احنا الاغلبيه، احنا 80%. 80% الناس كلها. طب بنى ده على ايه طيب؟ يعني لما توصل كلام نوع هو كده يعني؟ نوع من التبرير. فهم قدره على التبرير والانكار، وزي ما بقول لحضرتك الاسقاط على الاخر هو المخطئ. زي ما بيقول لك مثلا اللي بيقتلوا دلت الشرطه، يعني زي ما يكونوا ناس بيكرهوا مصر. يعني انا رايي ان في نوع من الانتقام والثأر من المصريين، مع ان المصريين ما عملهمش حاجه لاولادنا واخواتنا وقرايبنا وكل حاجه. وعشان كده انا بقول ان جماعه الكبار دولت اللي هم القطبيين دولت استحاله الحوار معهم. اما الصغيرين فممكن اذا قدرنا ان احنا لكم الحق تكونوا موجودين وتشتغلوا بالسياسه وكل حاجه، ولازم تعترفوا ان كان في خطأ شديد جدا في هذا، يحصل معايشة مش مصالحة. طيب خليني بعد الاستراحة الاعلانية افهم من حضرتك الفارق ما بين المعايشة والمصالحة. بعد الاستراحة تابعونا. اكيد طبعا بعد ثوره 25 يناير الشخصيه المصريه اتغيرت. طبعا بعد 25 يناير الشعب المصري كله بحث على الديمقراطيه، وعايزين طبعا كنا نطفو على النظام السابق كله. اتغيرت للاحسن بدليل ان احنا شفنا ثورتين للشعب المصري
في زمن في عمر الدنيا ما يعتبرش زمن. كانت ثقافتنا السياسيه محدوده. الشعب المصري دلوقتي بقى فاهم كل حاجه. دلوقتي بقينا نقدر نتكلم، بس للاسف اللي احنا ما كناش فاهمين السياسه، معقول بدانا نفهم السياسه استخدمناها غلط. فاهمين الديمقراطيه غلط، فاهمين الحريه والديمقراطيه ان انا اكسر الدنيا. كان قبل الثوره كانت الناس ما بتتكلمش في السياسه، ولما تيجي تتكلم واحد يقول لك يا عم خلينا في حالنا. دلوقتي بقى عايز يبقى ليا راي وده يبقى ليه راي وده ليه راي. طبعا 90 مليون لما ينزلوا كلهم مش هيتفقوا على واحد. الشخصية المصرية ما اتغيرتش زي ما هي سلبية. الشخصية المصرية اتغيرت للأسوأ مش للأحسن. ازاي؟ بقى كل حاجة النهاردة بقت فيها يعني خروج عن القانون. خرجوا على القانون، ما بيتعاملوش بما يرضي الله. عايزين كل حاجة عايزينها، هي دي العافية اللي مطلوبة، هي دي هو ده اللي موجود. هو ده اللي ماشي. في سوء أخلاق، في قلة ذوق، في كل حاجة. لسه السلوك ما اتغيرش، لسه برضو الزحمة موجودة. ولسه برضو الاستغلال بتاع التجار موجود، وكله يعني لسه الوضع زي ما هو قبل الثوره. شخصية مصرية ده 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 خارجه من النيل. النيل ده اجمل حاجه في الدنيا، التراب الحلو ده عمره ما كان عنيف. فالنهارده بيجي واحد يقطع الطريق وماشي عكسي، بيجي يوقفه امين الشرطه ولا العسكري بيشتمه ويمشي. بقاش حد يثور على حد، يعني مبقاش فيه حب، مبقاش حد يعني مبقاش يستحمل راي الاخر. طبعا جوه منه قلق، جوه منه خوف، جوه منه حاجات كتيره جدا هو عمره ما توقعها ولا عمره كان يتخيلها في يوم من الايام ان دي تبقى مصر. مرة أخرى نعود ونلتقي لمواصلة الحوار مع ضيفنا وضيفكم الدكتور أحمد عكاش. سيدي، كنا نتحدث قبل الاستراحة حوالين محاولة لفهم سيكولوجية أو نفسية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو المتطرفين الدينيين أو الذين يصلون في معارضتهم إلى حد استخدام السلاح أو العنف والإرهاب. حضرتك تحدثت أنه الشريحة العليا من جماعة الإخوان اللي هو التيار القطبي، أنت ترى أن هم بسبب السن وتقدم الفكرة يعني العقل شيخ وأصبح متيبس فصعب أنه يتم تغييره، فده لا أمل فيه. أما بالنسبة للعناصر الوسطى أو الشابة فحضرتك تفضلت قلت أنه مش فكرة المصالحة ولكن المعايشة. إيه الفرق بين المصالحة وماذا تقصد بالمعايشة؟ المصالحة لما يكون اتنين على نفس المستوى، ما فيش واحد أقوى من التاني، وإن واحد عنده فكر والتاني عنده فكر، وقالوا إن إحنا كل واحد يحتفظ بفكره أدام ما عملناش أي نوع من أنواع الشماتة أو العنف أو الضرب أو القتل أو أي حاجة، فيبقى في مصالحة. بيحصل بقى بعد هزيمة أمريكا بريطانيا هزموا ألمانيا واليابان، دي هزيمة، يقول لك حصل مصالحة. شوفوا الجملة مصالحة، بس مصالحة بين واحد اتهزم وواحد ما اتهزمش، وحصل مصالحة. وشوف العلاقة حلوة زي بين فرنسا وألمانيا دلوقتي بعد ما تقتل البلايين منهم الاثنين. المعايشة انك انت غيرت في فكرك واصبحت جزء من النسيج الوطني وعايشين مع بعض، مفيش حالة عدو وخصام وفكر. عندي فكر مختلف عنك سياسي أوكي، ولكن ما عنديش فكر ديني. هي المشكلة اللي موجودة دلوقتي بين كل الناس أن الإخوان والتيار عمالين بيكلموا على الدين، نصرة الإسلام، مع أنها ملاش أي علاقة بالإسلام، دي علاقة بالقوة والسلطة. وانا ننساش الكلام اللي قاله ابن خلدون ولا ابن رشد، ان يعني التجارة بالدين في فكر متخلف هي احسن تجارة موجودة، التجارة بالدين في كذا. وابن رشد قال لك نفس الكلام دوت، قال لك مفيش اجمل من انك انت تغلف كل شيء بحاجة دينية عشان تكسب الجهلاء. واذا كنت تلاحظ ان معظم الشعب، مش الناس النخبة بتاعتهم، معظم الشعب اللي معاهم الناس اللي هم متوسطي
الذكاء اللي عندهم أمية، اللي عندهم فقر، اللي هو في الصعيد مثلا يدوم الأصوات، لأن أنت إذا غلفت أي حاجة بالدين أنا عاوزه يتعايشوا معنا سياسيا ويسيبوا الدين ده بينك وبين ربنا، خاصة أن في كل التاريخ الإسلامي ما فيش دولة دينية، والدولة الدينية الموجودة حاليا في العالم، الدول الماشية على الإسلام في العالم دول فشلة. فإذا أنت ركبت السياسة للدين أنت أسأت للإسلام، لأن المسلم يخطئ ولكن الإسلام مفروض أنه ما يخطئش. العملية اللي هم بيعملوها أنه بقى ضد الشعب، ضد الشرطة، ضد القضاء، ضد الإعلام، ضد الجيش، وبيهتفوا ضدهم زي بقولك ده بينتحروا بطريقة غير مباشرة، يعني هتغلب ازاي ده كلهم؟ يعني ايه اللي انتوا عاوزينه؟ طب تفتكر سيكولوجيته لما هو عارف وشايف ان كل دول يعارضون انكار خلفون. لا لا هو فاكر انه هينتصر، فاكر انه ربنا ينصره إيه يعني، ما جبريل بيصلي معاه فممكن جدا، والملائكة فممكن جدا ان هم يهزموا دول كله، بقى يبتدي حتى ينزل مثلا ما حدث في موقعة بدر ولما مثلا يطلع الشيخ بتاعه يقول له فاكر في بدر عدد المسلمين كان كام وعدد الكفار كان كام، ومع ذلك الان وان المحنة اللي احنا بنواجهها دلوقتي هي غزوة احد، لان احنا انصرفنا الى الغنائم ولم نهتم بالسعر، لكن ان شاء الله في المستقبل زي الخندق وبعد كده سنفتح. المشكلة بقى يعني في ناس متعلمين، لان انت عارف ان الجماعة الاخوان بيختاروا من كلية القمة الناس اللي معاهم، يعني بص تلاقي معظمهم من كلية طب علوم هندسة، لأن الناس دولت إذا أنت استقطبتهم من صغرهم وخليتهم يخشوا الكليات دهيت بيبقى أكتر. وشوف كل المساعدين بتوع مرسي كلهم كانوا أطب، يعني 80% حاجة غريبة جدا، يعني برضو لأن ما فيش بلد في العالم خدت الأطباء خليتهم كده، هم مش اشتغلوش بالطب او هم كانوا بيشتغلوا بالسياسة، لكن المخ بتاعهم بهذا التفكير. وده بيفكرني في حتى طلع في الطب النفسي حاجة اسمها المسادة سيندروم، متلازمة المسادة، بعد ما كانت عقدة بقيت دلوقتي حاجة اللي هم بيعرفوها مجموعة من الناس تؤمن بفكر خاص وتعتقد ان العالم كله ضدها وان في مؤامرات بتحاك ضدها للتخلص منها، وهم الصحيح اللي صح، وهم مصيرهم الجنه او مصيرهم الشهاده او اي حاجه. وجت منين؟ ان جماعه اليهود اثناء الرومان ما كانوا موجودين في فلسطين في جبل المساده اللي هو بين اسرائيل والاردن، جبل المساده، فحصروهم الرومان فهربوا جزء من اليهود، طلعوا فوق جبل المسادة دهوت وبنوا المزرعة بتاعتهم وجابوا الحيوانات بتاعتهم وخلفوا وقعدوا، جم الرومان عرفوا محلهم حصروهم تانش. كان عددهم 994 قول 1000 يعني واحد، فوجدوا انه لا يمكن، هم خلاص ما في يعني لازم يستسلموا ويعيشوا. قالك لا احنا لن نستسلم لان احنا الصح وهم الغلط، واحنا احسن نموت نفسنا ننتحر، ممنوع الانتحار. فقالوا كل واحد يقتل 49 ينتحر، الألف واحد باتوا كذلك، موتوا الحيوانات وحرقوا النبات. طلعوا الرومان لقوهم كلهم ميتين وقعدوا يضحكوا، طبعا ايه اللي عملوه في نفسهم دولت، احنا كناش هنعمل حاجة، هننزلهم وهيعيشوا عادي بقى ما عايش شيء. ولكن ده بيفكرني ان في كتير جدا فئات بهذه الطريقه، في موجودين في الامريكا وموجودين في كذا حاجات صغيره قوي وبيعملوا انتحارات. وحضرتك عارف ايام ميسون ده في امريكا، ايوه، لما خلى ألف واحد برضه ينتحروا جراوات في سبيل ان يوم القيامه هتيجي. وفي الراجل اللي في جزيره جرينادا ده وبتاع، الاخوان بيعملوا نفس الطريقه، عندهم المسادة سندروم. ايه اللي بتعملوه ده؟ عاوزين ايه من البلد؟ بتحرقوا مصر ليه؟ عشان ايه؟ عشان نصر الاسلام ده؟ انك انت تقتل مسلم تاني او تقتل مسيحي تاني؟ يعني هما بيعلموهم كره كل الاديان الاخرى، مع ان موجود في القران ان المسلمين والنصارى واهل الكتاب، وان انزلت نبي في كل امه، موجود نبي، وان دولت كلهم حسب اعمالهم، والمجوس حتى، ان كل دولت حسب اعمالهم، الجنه والنار دي مش بتاعتنا احنا خالص. ودليل ذلك انك انت فيه يعني يقول لك الاسلام ما وصلش لمكان معين والناس فيه مصالحين، ما تخش كده طبعا، الاسلام ما وصلهمش. ازاي يعرفوا الاسلام هم؟
هذا الكلام ما بيعلمهمش خالص للأطفال بتوعهم ولا الأولاد بتوعهم. هذه التسامح اللي في الإسلام ده كله نوع من أنواع الثأر وال يعني الاستعلاء. على فكرة قال لهم كده في الجملة بتاعته في الكتاب بتاعه قطب، ويجب الاستعلاء على الآخر. تصور بقى، تصور بقى يبقى عقدة عظمة كمان، يعني ضلال عظمة إن أنا أحسن من كل الناس، اللي هو ده ضد الإسلام. فأنا شايف إن ربنا يهديهم، أو هقول إيه بس فيهم، لكن يعني اللي هما بيعملوه ده هو يعني نوع من الكراهية. طب في الحالة دي لو عندك مريض نفسي، هذه هي صفات، يا ريت مريض نفسي هاخده عندي في المستشفى على طول. كويس. السؤال تقومه بمعنى السلوك الأمني، تنزل تصطدم به في الشارع، أم تبعث به للقضاء، أم تجري معه حوار، أم تحاول أن تحتضنه، أم تسيره، تعمل إيه؟ لا إحنا يعني ما أنا عشان كده بقول لحضرتك الضلال أو ده مرض، وعادة بيحصل في مرض الذهاني أو العقلي، وساعات بيكون مرض بارانويا، ساعات بيكون مرض اكتئاب عقلي، ساعات يكون فصام. ده علاجه بيبقى علاج نفسي وعلاج سلوكي وعلاج دوائي، وساعات علاج تنظيم ايقاع المخ اللي هو كان زمان بيسمى كهرباء او حاجه، ده علاج وبيشفى تماما. لكن لما يكون ضلال بقى سياسي او ديني واعتقاد بهذا الشكل، ده هيجي بحاجتين: اذا كان استعمل عنف يبقى قضاء جريمه، اذا كان هو ما استعملش العنف يبقى بالحوار. لان احنا عندنا طبعا معادله نفسيه، العنف يولد عنف لا شك في ذلك، ولكن العنف اللي يصل ان هو يبقى اعتداء على حقوق الاخر، ده اللي غلط جدا. وطبعا انا حزين جدا في حكاية يعني حقوق الانسان دي، يعني الناس اللي طالعين يقولوا حق التظاهر، وحتى رئيس الوزراء امبارح بيتراجع في كلامه، يقول لك هنعرضه للبتاع. انا مش فاهم ازاي ان انا ادي حقوق للانسان من غير ما ادي واجبات للانسان. يعني الجماعه اللي بيطالبوا بحقوق الانسان ده، طب اعمل يعني عشان اديك حقوق لازم عندك واجب ناحيه الوطن بتاعك عشان احتفظ بحقوقك. لكن ما حدش بيفكر. وانت كتبت امبارح وانا كنت قلتها قبل كده في التلفزيون، لما حصل ان كاميرون حصل البتاع ده، قال لهم، هو ما قالش انت كنت مهذب قوي في الجمله بتاعتك. هو قال الجحيم لحقوق الانسان تحيا بريطانيا. ده اللي قاله بالظبط. أيوه. حقوق الانسان ايه؟ الناس حرقوا لندن، جبتوا كل القضاه بتوع انجلترا في اسبوعين حكموا على الناس من 5 سنين ل 10 سنين لبراءه الكذا. طب ازاي تقبض على ناس وطلعوا براءه مثلا 20% منهم او حاجه، وقبض على 3000، ازاي تقبض عليهم؟ وسيقبض عليهم، هتبوظ لنا البلد بقى. كلمة حقوق الإنسان هي البلد بالحقوق وبالواجبات. فأنا يعني الناس اللي بيعبلين يتكلموا دلوقتي على حقوق الإنسان وإنه ما يصحش يطلع قانون التظاهر، ونحن هنرجع للماضي، ونحن هنرجع، مش هترجع للماضي أبدا، لأن المصري أصبح لا يخاف من السلطة. طيب عند النقطة دي أتوقف قدامها وأرجع أناقش حضرتك فيها، ماذا حدث لعلاقة المصري بالسلطة وكيف وصل إلى ما وصل إليه. تابعونا بعد الاستراحة الإعلانية. الشخصية المصرية ما لها وما عليها، كيف تأثرت من بعد ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، كيف يمكن التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين والنزوع إلى التطرف والإرهاب وحمل السلاح، ثم السؤال الأخير الذي ألقى به ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي الشهير، هو حول علاقة الإنسان المصري بالسلطة. قبل الاستراحة حضرتك كنت بتقول أنه لم يعد الإنسان المصري أو الشخصية المصرية تخشى السلطة. أولا كانت علاقتها إيه بالسلطة تاريخيا، ثم كيف لم تعد تخشى السلطة وأثر ذلك على صورة المستقبل؟
يعني لا شك ان احنا عدنا الاف السنوات الاف السنوات الحاكم هو نصف اله ان لم يكن اله وتوارثناها لمدة طويلة جدا لغاية ما جاء الشعب او الشباب المتعلم المثقف انه ازال هذا الحاجز واصبح يعني ما بيخافش من الاله الحاكم واصبح انه يستطيع انه يطيح به. وطبعا تاريخيا ما حصلش ان في دولة في العالم شالت 2 رؤساء في خلال سنتين الا مصر. ما حصلش في العالم ان حصل ثورة من شباب مثقف بالانترنت والفيسبوك وتويتر الا مصر. ما حصلش ابدا ان ثورة قامت بطريقة سلمية واطاحت بحكم الا مصر. سواء خدوا بقى خبرة من دروس امريكية من دروس يوغوسلافية بتاع دهوت صربية او بتاع الكلام اللي بنقراه ما يهمنيش، لكن ده حصل على وجه الارض. فحصل ان احنا مش واخدين على الديمقراطية. فلما ازلنا الحاجز بتاع الخوف ازلنا حاجز اخلاقي كمان، ان احترام الكبير ازلناه، واحترام الوطن ازلناه، وهيبة الدولة ازلناه، احترام القضاء واحترام الشرطة ازلناه. ده كان خطأ، لان احنا داخلين في اولى روضة ديمقراطية ما جربناش الديمقراطية. وده سؤال بيتسأل، هل المصريين ب50% تحت حد الفقر و30-40% عندهم نوع من انواع الامية لا يقرأ ولا يكتب، هل دولتي يقدروا يمارسوا الديمقراطية الصحيحة؟ وحتى السلفيين الى حد ما صح في جملة ان ربنا خلق الناس مختلفين تماما، والذكاء ده بيعطى من ربنا، انت ما بتورثش الذكاء من ابوك او امك. اذا انت بيخلف 60% في العالم متوسط الذكاء، 20% اقل اغبياء شويه، و 20% اذكياء. فاللي حاصل ان ربنا ما سواش بين الناس. فانت بقانون وضعي سميته ديمقراطيه انت عاوز تساوي في الحقوق السياسيه بين انسان ذكاؤه اقل المتوسط، امي لا يقرا ولا يكتب، واستاذ حسابات او استاذ ماثيماتكس في كليه العلوم. عاوز توازي بينهم ان هم يدوا. وبعدين انا بتصور ناس طبعا هتزعل مني هتقول لي انت، انا ما بقولش حاجه، انا بقول نرتفع بالمستوى. يعني ما يجي يقول لك ان احنا هنستفتي على الدستور في 198 او 150 مادة، ولازم اللي هيقرا الدستور ده يبقى فاهم يعني ايه الدستور. نعم. طب اذا كان غالبية الشعب او 40% من الشعب امين، وفي 20-30% مش مهتمين خالص بالسياسة عشان الفقر، لان السياسة عاوزة انتماء للبلد، لكن لما يكون انت فقير الانتماء للناس اللي هيديك الاكل والشرب. وعدد المصريين اللي هم مسجلين في احزاب سياسيه لا يتجاوز 1%. طيب يبقى كلها عمليه احنا بنضحك على بعضينا ونقول عليها ديمقراطيه، لكن هي مش ديمقراطيه، هي انك انت بتتاجر بالدين لبعض الناس، وبتتاجر بعصبيات في بعض الناس وبتتاجر، ولكن هي مش ديمقراطيه. هل ان احنا نستنى شويه ونخلي الديمقراطيه زي ما قالوا اخوة السلفيين البيعة لأهل الحل والعقد؟ يعني النخبة، يعني ما حصلش في الإسلام أبدا إن كانت ديمقراطية، عشان كده هم ضد الديمقراطية برضو، إن هم النخبة. وحتى الديمقراطية لما ابتدت في اليونان في عهد أو أفلاطون وبتاع دوت، ما كانش الشعب هو اللي بينتخب، ده كان نخبة اللي هي موجودة هي اللي بتنتخب، لأن ربنا خلق دولة أذكياء علشان يخدموا 80%. الدكتاتورية ايه بقى؟ ان 20% يخدموا نفسهم ويسيبوا الفقر زي ما حصل عندنا. ده النقطة. فهنا ده سؤال مهم جدا. اللي عمالين يغنوا في الجرائد بحقوق الانسان والديمقراطية والبتاع، خلينا واقعيين. يقول لك دي فردية ولا كل واحد بيفكر في نفسه او في حزبه. احنا ما عندناش حساب.
الحزب المنظم هم كان الإخوان، والمؤسسة المنظمة الوحيدة اللي قدامهم الجيش. ما فيش غير كده يعني، واقعي. طب لما يبقوا الطرفين الاثنين فيهم سمع وطاعة، الاثنين فيهم انضباطية من الداخل، الاثنين فيهم يعني الأخذ والرد مش بنفس من الداخل، في نظام هيراري، حلو قوي. دول يتنافرا أم يتجانسا؟ لا ما يتجانسش أبدا. أقول لك ليه. الوطن يجب كل المواطنين بكل الأديان، بكل الأديان، ما يبقاش أبدا. يعني حتى المادة الثانية في الدستور دي مش صح. ليه؟ مفيش وطن له دين، الوطن له شعب، والشعب ده كل واحد فيه بيؤمن بدين معين. ازاي تحط في الدستور تقول ان هذا الوطن كذا؟ ده حاجة اعتبارية الوطن. بس في دول حتى علمانية وديمقراطية بتتحدث عن الديانان. لا انا معرفش، قول لي في دولة بتقول ان هذه البلد مسيحية؟ لا، انه اغلبية مثلا سكانها مسيحيين، ما تتقالش في الدستور، ما تتقال في التاريخ والجغرافيا، لكن ما تتقالش في الدستور. لكن يعني نسيب بين دي، في فرق بين الدين، في واحد مرجعيته يعني تقريبا ضلال ديني ان احنا الصح والباقي غلط كله، وفي ناس طبعا انت عارف مؤسسة الجيش. يعني انا استغربت اول لما قريت ان في 6 اكتوبر اوائل الشهداء كانوا من الاخوان الاقباط. دولت احنا نتكلم ان هم مش مصريين؟ يعني مش معقول. عيب. عيب. فبالتالي انا شايف انك انت بتقارن حاجتين مختلفتين تماما، مفيش ابدا اي مقارنة بينهم. الناس الدعويين قلبوا سياسيين، وناس مش سياسيين مش دعويين ولكن وطنيين. هل انت محتاج لحزم اليومين دولت؟ محتاج تنضبط، محتاج يبقى فيه هيبة للدولة، هيبة للقضاء. في حد في الدنيا يخش على محكمة ويقلب المحكمة ويضرب القضاء ويحصر المحكمة الدستورية العليا في بلد في العالم؟ يعني دي تكفي، تكفي تماما لانهيار التيار الإسلامي في الحكم، إنه ما سمحوا لمدة 40 يوم بحصار المحكمة الدستورية العليا، شيء لا يتصوره، لا يتصوره الإنسان ده. تفتكر مشاعر الناس الغير مسيسين، يعني حزب الكنبة مثلا تجاه جماعة تصور الحزب دلوقتي. الكنبة دهوت لسا كنت بقول لك، يعني أنا بعتبر إن المصريين دلوقتي أصيبوا بإنفلونزا والتهاب شديد جدا اسمه سياسايتس. سياسايتس يعني ايه؟ احنا عندنا ايتس دي يعني معناها التهاب، ابندسايتس ده المصران، جاسترايتس المعدة، كولايتس القولون، تونسيلايتس اللوز. فسياسايتس ان في التهاب سياسي، ان الناس بتفطر وتتغدى وتعشى سياسة، وبعدين تتفرج على تلفزيون سياسة، وبعدين تتفرج على حضرتك سياسة، وبعدين تتفرج على كل اي حاجة في الدنيا، بحيث ان الاسرة نفسها اذا اختلفت سياسيا مش بيقبلوا بعض، بيتخانقوا، واللي بيطلق واللي بيطرد ابنه يعني شيء غريب جدا. وده طبعا ليه تأثير من الاعلام. وحضرتك يعني فاكر جملة جوبلز لهتلر، اعطيني اعلام دون ضمير اعطيك شعب دون وعي. سلام. اظن ده قال له كده، وما كانش فيه تلفزيون بقى. قال له اديني بس الجرايد والراديو، اديك شعب يعني يمشي زي ما انت بتقول. قال له خد الاعلام دون ضمير، واللي عنده ضمير احبسه. وحط الفكره بتاعته الخاطئه النازيه، وغصب عنه ومشى وموت 40-50 مليون. فده اللي انا عاوز اقوله. والحاجه الثانيه اللي قالها برتراند راسل، وبرضه نفس الموضوع، قال لك حاجه غريبه جدا هذا العالم، ان يعني الاغبياء دائما على يقين، والاذكياء دائما في شك ومرونه. واحنا عاوزين اللي يحكمونا اذكياء، ولكن احيانا الاغبياء بينتخبوا اغبياء. فهعمل ايه في المشكله دي؟ وما عرفش يجاوبها. فاحنا لا نحاول نغير من نفسنا شويه. وتولستوي قالها، قال لك كل واحد فينا عاوز يغير العالم، بس ما حدش بيفكر يغير نفسه.
دي نقطة مهمة جدا. ما حدش فينا عاوز يغير نفسه، احنا عمالين نتكلم طول الوقت لكن ما حدش بيعمل حاجة يغير نفسه. طب هو المصري اخترع الفرعون في لحظات عشان يعبده عشان يؤلهه وكذلك، لكن ايضا علشان في لحظة حينما تشتد بالازمات يعلق عليه شماعة اخفاقه. يعني احنا دايما بنقول الحكومة قصرت، الحكومة فشلت، الحكومة ما عملتش، لكن حضرتك قلت ما ينفعش اتحدث عن حقوق وانا مش عارف ايه الواجبات اللي عليا. طيب ايه علاقة الانسان بالسلطة في مصر؟ يعني هل اختار الانسان ان احيانا يعبد السلطة واحيانا يتنكر لها ويحطم تماثيلها حينما يعجز هو عن الحل؟ لا، هو مفروض ان احنا لا نعبد السلطة ولا نشكل فرعون كل شوية. انا قلتها مرة ان المصريين عاقرة في خلق الفرعون. الانسان اللي كله رحمة وكله حب وكله عدل وكل شيء يأتي، واذ بالمصريين زي ما بيقول بالانجليزي to create your own monster. yes. تخلق وحشك بنفسك. يعني بنخلق الفرعون. احنا بنخلق الفرعون. ولذلك انا في مقالاتي كلها يا جماعة الراجل اللي موجود دلوقتي ده راجل كويس قوي، السيسي راجل كويس قوي، بلاش تخلقوا منه فرعون، بلاش تخلقوا منه لا فرعون. تصنعوا منه فرعونا جديدا. انا فاكر ان لما شالوا العربية في سوريا جمال عبد الناصر، فيها جمال عبد الناصر والملايين موجودة بهذا الشكل، وشالوا العربية هو فيها ودخل، ده افتكر هيكل قالها في احد الكلام بتاعه. فما دخل ولقى المنظر ده ما شافوش في اي بلد في العالم، فقال له انت بتفكر زي ما انا بفكر؟ فضحك جمال عبد الناصر، قال له انا كل الوقت عمال اقول لهم ما انا الا بشر، عمال اقول لنفسي ما انا الا بشر، لان غصب عنك لما يشيلوك بالعربيه ملايين الناس، يعني اذا كنت ايه ملاك هتتاثر. فده اللي انا عاوز اقوله، ان احنا هسال حضرتك سؤال، ما هو تفسيرك للمزاج الشعبي الجارف تجاه الفريق اول عبد الفتاح السيسي؟ اسمح لي تكون الاجابه بعد الاستراحه الاعلانيه، تابعونا بعد الاستراحه. قبل الاستراحة الإعلانية طرحت السؤال على ضيفي وضيفكم الدكتور أو الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، وكان السؤال سيدي كيف تفسر المزاج الشعبي الجارف بشكل قوي تجاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي؟ يعني واضح جدا أن الناس كانت في غمة، الشعب كان حاسس بضيق شديد جدا، أن في تضييق على فكره، وان هم عاوزين يحطوا فكر اوحد في مخ هذا الشعب، سواء الذكي او المتوسط او الغبي، كله ما كانش فيه اي نوع. وابتدى يحس المصري ان الثوره اللي اتعملت 25 يناير مش بس اتسرقت، انها انهارت، لان القيم الموجوده دلوقتي مختلفه جدا عن القيم، لان هم واضح جدا ان في مخهم مش العدالة الاجتماعية، بالعكس مخهم كله رأس مالية الإسلامية وحاجة بالشكل ده هو. فالشعب لما لقى ان هو شايف مفيش فايدة، كل حاجة بتتخطف منه، وظايف بتتخطف، كل الاستهلاكات بتاعته بتغلى وبتتخطف، مفيش غير الجماعة، الرئيس اقسم بالله انه هيكون رئيس لكل الناس، ما بقاش رئيس لكل الناس، اقسم لاحترام القانون، اقسم لاحترام الدستور، ما عملش كده خدعهم. فكان في نوع من الذله والمهانه واحساس بشعور بالذنب الشديد انهم انتخبوا سواء في البرلمان او كذا هؤلاء الناس، وبيشكروا الله ان ربنا كشفهم في سنه، ووجدوا ما فيش امل. جت حركه تمرد، وهي تمرد بالمعنى العظيم، ريبيليان، يعني انا مش موافق عليكم. والعدد
يختلف الناس فيه 10 مليون 20 مليون تقريبا. لم يحدث في تاريخ العالم اجتمع ناس في اي بلد حتى اللي هم بليون او مليار نسمة بهذا العدد. وقاموا قالوا مش عاوزين هذا الحب. طب هنعمل ايه احنا مسلمين؟ ممكن قوي جماعة دولت بيقتلوا في سبيل الله في سبيل نصرة الاسلام، ممكن يعملوا اي شيء. فيجي واحد منقذ يعني محنة ستدوم مئات السنوات إذا سبناها، وينقذ البلد ويأخذ على عاتقه. هيتهموا بالخيانة، هيتهموا بالمؤامرة، هيتهموا إنه هو عاوز العسكر، هيتهموا أو كلمة العسكر دي طبعا بين قوسين ما بنحبهاش، يعني عاوز القوات المسلحة، الأجانب اللي هم عارفين إنه ما لهم، وهو عارف ان لهم خطة معينة سواء الغرب او امريكا في ان هم يفتتوا الجيش، يفتتوا الشرطة، يفتتوا الوطنية، يفتتوا كل حاجة في سبيل الجماعة اللي هم معترينهم معتدلين لإخوان المسلمين عشان يحاربوا ولا بتاع. كل ده جه في اعتبار الرجل ده، والرجل ده كان ممكن ان هو في اي وقت زي بالظبط اما الضباط اللي قاموا سنة 52 كانوا عارفين اذ لم ينجحوا اعدام. هو الرجل ده قام بهذا العملية، ووجدوا ان الرجل ده اكثر تدينا من الجماعة اللي بيقتلوا في العنف والحاجات دي. ووجدوا في تاريخه ما يؤكد ان الاخلاقات بتاعته تميل للدين الاسلامي المتسامح اكثر من كل الناس المتطرفين والمتعصبين دهوت. فلا شك ان ده يعني يمشي مع المزاج المصري تماما، التسامح، الحزم، الوطنية، الهدوء. أنا يعجبني جدا الإنسان اللي يتكلم زيك أنت كده بهدوء. لا 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 بس ده وجهة بس. لا لأن لما أتكلم بهدوء بيبقى فيه فكر، أما بتكلم بعنف بيبقى فيه تشنج. بص أنت للوجوه اللي كانوا بيقولوا الخطب في ربعة، شوفوا شو بيتكلموا. مش بس كده، بصوا الصور اللي بتطلع، الاضرابات اللي بتتعمل في الجامعات والجماعه، التشنج اللي موجود فيهم، وشوف الاضرابات اللي حاصله في باريس، الاضرابات اللي حاصله في لندن، وبيضربوا بازيكا وبيبتسموا ومشيين في الاضراب. ايه ليه التشنج ده؟ فكلما كان الانسان في كلامه فيه هدوء يبقى وراه فكر، كلما كان اندفاعي ومتسرع يبقى ده انسان يميل للغضب والاندفاع، ممكن يودي في بلد في داهيه. فهو بين للناس ان هو طريقته واسلوبه فيها نوع من الهدوء، فيها اختصار في الكلمات، زي بالضبط رئيس عدلي رئيس عدلي منصور، عدلي منصور نفس الحكايه. حتى في واحده مذيعه كانت بتتكلم معاه فكانت تقول له ايه رايك في كذا، فبيجاوب بكلمه واحده فتقعد ساكته مش عارفه تقول ايه، كلمه واحده ما فيش غيرها، فاكر انه هيكمل هو ما بيكملش. فطبعا كان حاجه جديده جدا علينا، واحد يقعد ساعتين ونص يتكلم بيشتم في كل الناس، وواحد يتكلم كلمتين لهم طريقه معينه. هل عن لديك تفسير لحب الناس للمؤسسه العسكريه؟ المؤسسه العسكريه يعني من ايام احمس في نوع من يعني ما فيش، ما اعتقدش في مؤسسة عسكرية في العالم فيها تداخل بين المدنية والعسكرية وبين المجتمع المصري وبعضه زي المؤسسة العسكرية المصرية. يعني اذا بصيت لها انت مثلا الفخر بتاع محمد علي وابراهيم بالجيش المصري، وبعدين تيجي لما قام عرابي، لا انت تبتدي من احمص ومن احمص الثاني ومن احمص، ففي علاقه كده موجوده ان هم بيمثلوا مصر الوطنيه المصريه فيها كل الناس. كان في فتره بالفترات مثلا الجيش كان فيه الناس مثلا من العائلات الكبيره كلها، ولكن كان حاجه غريبه جدا، كانوا وطنيه غير طبيعيه خالص، مختلفين عن اللي معاهم، يعني حتى يكونوا من العيله المالكه بس تبص تلاقي منضمين
للشعب يعني هو جماعته او حزبه هو الجيش ويفضل فيه ويفضل حتى فيه. لو تركه على فكره حتى لما بيوصل للتقاعد مصريه بيفضل ملتزم يقول لك احنا العسكريه مفيش اسره مصريه ما فيهاش ضابط في العيله مظبوط دي مش موجوده بره تقريبا شبه وظيفه ده بيعتبروها فخر انا طلع ابني ضابط في الجيش طلع ابني طيار في الجيش وان عندك انت محافظات انت عارف ان اكتر محافظة فيها تعليم في مصر هي المنوفية يعني اكتر دكتوراهات وماجستيرات وبتاع في المنوفية وعمرهم مدوا لجماعة الاسلامي يعني تملية بالعكس ولكن يعني عندهم مثل بلدي واحد اللي هو لي برا بالمنوفية مش عارف بيقول لي ايه حاجة كده ان شرايط شويش ولا مش عارف 10 فدادين حاجه كده هوت يعني حاجه يعني معتبرينها فخر كبير جدا لما يكون عندك محافظه بحالها بيعتبروا ان الجيش ده هو الرمز بتاع الوطنيه فاعتقد حب الناس يعني في ناس طبعا اللي يقول لك حقوق الانسان والعسكر والكلام ده هوت ده هم اخواتك واولادك يعني هيعذبوك ازاي طيب قول ان في بعض الناس الشرطه عملوا كده ولان ده طبعا في كان مبالغه كثيره جدا في العملية كلها وده اللي كانوا عاوزين الإخوان انهيار الشرطة وده اللي عمل كل الانفلات ده يعني اللي عمل الانفلات ده الإخوان ليه يا فندم؟ لأن هم لما فتحوا مع الناس التانيين السجون كلها وطلعوا المجرمين كلهم وموتوا وحرقوا كل الشرطة فوق 71-80 طبعا دي مخططة هيثبت في القضاء طبعا أنا ما أعرفش الفكرة كلها بتاعتها القضاء على الشرطة الشماتة والانتقام من الشرطة ان هم بعض منهم عذبوا بعض الناس يملغوا الامن في مصر كله لان هو التخطيط بتاعهم كان الشرطة ما تبقاش موجودة والجيش نفسه بيقول لك التعميم آفة الجهلاء هل هذا صحيح؟ ده صحيح تماما والتعميم في اي شيء يعني احنا ما اتكلمنا في اي حاجة وقول لك هم انا ما اقصدش ابدا 100% لا انا اقصد بعض النخبة زي ما انا قلنا في الاول لكن التعميم يعني ده معناه يعني زي ما اجي اقول لك انا هتخف 100% استحاله طبيب يقدر يقولها دي استحاله ما اقدرش واثق من نفسه مهما كانت تفاهه العمليه ما اقدرش ابدا طب نيجي لنقطه مهمه جدا وهي هل تفتكر الوضع النفسي لجماعه الاخوان نفسيا هل هم سيكولوجيا على استعداد ان هو يتحاور ولا هو يرى انه افضل له انه نفسيا يبقى رافض الحوار او يفسد الحوار نفسيا هو عارف انه يتحاور باعتراف بالهزيمة لان هما كل الانكار اللي عندهم دلوقتي وكل العمليات الدفاعية اللاشعورية النفسية انهم يحفظوا بعض الكبرياء والكرامة انه يبقي على ما هو عليه ويموت في سبيله يبقى عنده المسادة ويخش الجنة ودي كلها أوهام الجنة مش بتاعته يعني والقتل والعنف وترويع الناس وإرهاب الناس ده ضد الإسلام كله يعني بالعكس العام اقترفوا جرائم كثيرة ولكن هم في فكرهم الخاص أن الحوار هزيمة ولذلك أنت الجماعة الكبار يقول لك ما فيش حوار لغاية ما ترجعوا مرسي كويس الجماعة الصغيرين أو المتوسطين يقول لك نعمل حوار فعشان كده احنا قلنا من الاول خالص نبتعد عن الجماعه الكبار اللي هم في السجن دلوقتي وياخدوا الاحكام بتاعتهم او البراءه بتاعتهم زي ما تيجي حسب اللي عندهم ونهتم بالتانيين ان احنا نتعايش معاهم عاوزين يتصالحوا اهلا وسهلا بس يطلعوا يقولوا فعلا بعضهم قال احنا اخطانا يعني لازم نستنى اوباما ان يقول ان مرسي فشل لازم نستناه طب بتقولوا انتوا فشلتوا كنتوا في دعوة كنتوا في السجن وعندكم عقدة أو الزنزانة وجيتوا مسكتوا الحكم وابتديتوا إيه عقدة الزنزانة دكتور عقدة الزنزانة دي في حاجتين عندنا في ناس الزنزانة بتديهم نوع من أنواع الرحمة والعدل أنا تعذبت كتير جدا من هذا الظلم الشديد عليا انا بتكلم على الزنزانة السياسية يعني أيوة. مش القتل والبتاع دهيت يعني وانا لازم اسعد الشعب دهوت
لان انا تعذبت كتير جدا ويتجاوز ذاته سيلف ترانسندنس. وعندنا امثله مانديلا، عندنا امثله غاندي، دول كلهم تعذبوا وقبلوا الناس بتسامح غير طبيعي. في نوع تاني بقى، يعني هو اعظم شيء في مانديلا مش انه انتقم، لا انه ما انتقمش. امال وهو الغريب ان هو بعد جواب في اول الثوره ونشرته الجرائد المصريه ولم يرجع اليه احد تاني، بعد جواب بيقول الثوره العظيمه اللي انتوا عملتوها دي ارجوكم بلاش شماته، بلاش شماته وبلاش نوع من انواع اللي هو الـ 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 الانتقام، وبلاش نوع من انواع انك انت تبقى عاوز تاخد حقك غصب عن الاخر. خلي فيه تسامح وحط ايدك في ايد الاخر. الا تسمح لي بعد الاستراحة الاعلانية يا دكتور نستكمل هذا الحوار المهم، تابعونا بعد الاستراحة. مرة أخرى نعود ونلتقي لمواصلة هذا الحوار المهم مع الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أحد أهم أساتذة الطب النفسي في عالمنا المعاصر. سيدي السؤال، الحالة المصرية الحالية تحتاج بالتأكيد إلى رئيس منتخب، ليس من ناحية سياسية ولكن من ناحية نفسية. المزاج المصري ده يحتاج إلى رئيس له مواصفات، ما هي المواصفات التي تناسب المصريين الآن؟ أنا هجاوب حضرتك على السؤال بس أكمل اللي احنا انتهينا بيه، إنه في نوعين من عقدة الزنزانة. أيوه. في النوع اللي هو زي مانديلا وزي غاندي وزي جيفارا. نعم. وفي نوع تاني يطلع عنده رغبة في الانتقام والشماتة. وبيبقى ازاي انا اتعذب ودول قاعدين بره ياكلوا ويشربوا، انا لازم اخليهم يتعذبوا ولازم يتألموا ولازم يعملوا. فقلنا ان اعظم شيء في مانديلا مش انه انتقم، مع ان كان من حقه انه ياخذ، ولكن 28 سنه وكل اهله موتوه، اقدم معتقل سياسي في العالم، لكنه خرج وفكر ان هو التسامح. التسامح فهو اعظم فيه. حتى لما ترجع للرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة وكان كفار مكة وأهله من قريش يسيئون إليه، فقال لهم يا أهل مكة ماذا تظنون إني فاعل بكم؟ فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، فقال جملته الشهيرة قدرة على اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقدرة الرسول على الحوار وهو كان منتصر، كان معرفش معركة الحديبة أو حاجة، اما بيقول لهم ان هنعمل اتفاق محمد رسول الله، معاهده الحديبيه، معاهده محمد رسول الله، قالوا له احنا مش مؤمنين بيك، قال لهم خلاص محمد ابن عبد الله. حوار الرسول تنازل عن هذا علشان يمشي العمليه. بديكم بس نرجع تاني بقى للجملة او السؤال اللي انت عاوزه، سؤال المزاج المصريين الان يحتاج رئيس. المزاج المصري ايه هي مواصفاته النفسيه؟ خد كرابيك كتير قوي وجرب في خلال 100 سنه الاخرانيه، من ملكيه لجمهوريه لديكتاتوريه يعني زي ما تتقال، واكتب وجرب الطيار الاسلامي وشاف ان ما حدش بيحب مصر، بيحب نفسه والعظمة بتاعته اللي توصل لها. النرجسية بتاعت الحاكم كانت هي يعني تقريبا الهدف، الهدف وليست الغاية يعني. كان ده اللي هم عاوزينه. انا عاوز واحد يحكم ان يحس المزاج المصري، واحد بيحب مصر فوق كل الاحساب فوق كل العقائد فوق كل القيم. انا بحب مصر وبحب المصريين اللي فيها، الناس الغلابه اتولدت، وان انا لازم ان انا اخدمهم، ان انا ارفع المستوى اللي موجود دلوقتي. 15 مليون في العشوائيات، فيش صرف صحي، فيش تعليم، فيش صحه، بينتج منه ايه؟ عنف، جريمه، ادمان، بلطجه، تحرش جنسي، كل الحاجات دي. 15 مليون ده غير اللي في المقابر. عندك مليون طفل في الشارع
انا عاوز واحد يحس بدولة، يحس بدولة. وانا متأكد ان اي واحد مصري حتى مقتدر حاسس بيهم، بس مش قادر يعمل حاجة لوحده، يعني لازم يبقى في حد يجمعهم. عندك ناس مثلا ازاي انت الالتراز دلوقتي يقول لك في 90,000 في مصر، وفي مصر في 360,000 واحد التراز، وكلهم مخترقين بوسط الطيار الاسلامي وبياخد حاجات بالشكل دوت، واحنا سايبينهم. انا عاوز واحد يحب مصر، ان كل دولة يتلموا بطريقة انسانية قانونية بالحوار، مش قادرين يتحاوروا يبقى لازم احط لهم نظام. طب في مجتمعات كان عندها مثل هذه الحالات ودخلت في حالات حوار جمعي وحوار قائم على العلم وقائم على الطب النفسي الجمعي؟ لا، ما انت عندك مثلا الجماعه لما الجماعات الاسلاميه عملت مراجعه، لما عملت الاستتابه والمراجعه عملت مراجعه وبعضهم فعلا تراجع، ده كان من خلال حوار، والحوار كان بيقوم به رجال يفهموا في الحاجه اللي هم متخصصين فيها الدين بتاعهم، في ناس كتير جدا موجودين يقدروا يعملوا لهم حوار، وهو ده اللي انا شايفه الحاجه الوحيده ان احنا نقدر نغير. هم النقطه ايه؟ هم لم يتعرضوا الا لسهم واحد دخل مخهم، انا عاوز كذا سهم يخش فيهدي ده شويه، والتانيين يعملوا هيعرفوا ان في حياه تانية غير اللي هم بيقروه ده. طب تفسير حضرتك انه مثلا في لندن يجي محمد نبوي اللي هو احد اعضاء حركه التمرد او قيادات التمرد يجي يعمل محاضره فتفسد محاضرته بواسطه هؤلاء، لما يجي الدكتور علاء الاسواني في باريس يحاول ان يلقي محاضره عن كتاب فيتم التعرض له ومحاوله الاعتداء عليه، لما تنشر في لندن صفحه في الجارديان مدفوعه ب 100,000 جنيه استرليني فيها معلومات من الاكاذيب والمعلومات المغلوطه وفيها نوع من التحريض على الحكم في مصر، لو كانت صحيحه ما كانش حد يقدر يقول حاجه، ده حقه. هذه الروح اللي فيها حاله من الفندكشن، من الثأر، من العدوانيه، تفسيرك ليها ايه؟ ده فكر منحرف، والفكر المنحرف لما بيكون مرضي بنعالجه وبيرجع تاني للفكر التاني، لكن لما بيكون الفكر ده هو سياسي او ديني زي ما قلت لك حاجه من اتنين، يا اما استئصاله، يا اما استئصاله تماما، او حجزه في مكان ما، طبعا بلاش مستشفى امراض عقليه، هيبقى المعتقل او السجن او بتاع الى ان نخرجه، او الحوار معه. اذا كان غير قابل للحوار مفيش عندك غير الاتنين دول طبعا. يعني في كل بلاد العالم لما بنقول على حد مريض نفسي، بس احنا عندنا احساس انه مريض نفسي يعني هذه سبه او نقيصة، مريض نفسي يعني انسان عنده محنة بس في الحالة النفسية، يعني انا طبعا مش عارف المرض النفسي عددك موجود، لكن اللي عايز اقوله انه زي ما بيبقى عندك برد فبتروح لدكتور انف واذن وحنجرة، زي ما بيكون عندك متاعب في كذا بتروح لدكتور كبد وهكذا. ففي الحالة يعني احنا عندنا خجل من احنا نعترف بان عندنا مشاكل نفسية وعندنا متاعب نفسية وبحاجة إلى دعم نفسي في حالة دي عملية إنكار. مفيش إنسان ما عندوش أعراض نفسية، والمرض النفسي ما هو إلا زيادة في الكيفية والكمية بتاعة الأعراض العادية. يعني كلنا بنكتئب، كلنا بنقلق، كلنا بنخاف، طبعا مش كلهم هنروح لدكتور، لكن لما تزيد تأثر على حياتي الوظيفية وحياتي العامة وحياتي الخاصة، تعيقني أو تأثر أو على صحتي حتى، لأن في أمراض نفسه جسمانية. لا، ما كل الأمراض دلوقتي جسمانية، كلها دلوقتي نفسية، كل حاجة الحالة النفسية بتأثر على المناعة بتاعت الإنسان. الحالة النفسية بتعمل، يعني مثلا ديك مثل احنا طلعنا برا الموضوع، لكن إذا الواحد كان عنده اكتئاب وجاله جلطة في القلب، مختلف جدا على إذا كان جلطة في القلب من غير اكتئاب. جلطة القلب بتيجي بتموت 3% من الناس، إذا كان عنده اكتئاب بتصل ل 17%. أوف، شوف إزاي. الناس اللي عندهم سكر نسبة الاكتئاب عندهم 4 مرات قد الناس اللي ما عندهمش سكر. أنا عاوز أقول لك إيه، إن ما فيش تكلم على تايب 1 ولا تايب 2 في السكر؟ لا، تايب 1 اللي هو بياخد انسولين يعني، وتايب 2 كمان، نفس الاثنين. ده مش بس كده، الحالة النفسية تخلي إنك أنت محتاج للإنسولين أكتر عشان تستجيب.
بتسمع انت واحد حصل له صدمة جاله جلطة في القلب، جاله جلطة في المخ، كل الامراض اللي هي بتاعت المناعة بتيجي يقولك ان هي قامت بعد ما جوزها مات، عندها وجع في ظهرها وعندها وجع في ركبها، وزي ما يكون حاجات روماتيزمية جات لها. اذا في علاقة كبيرة جدا بين يعني انا وانت قاعدين بالحالة النفسية بتاعتنا، مش بقلبنا ولا الكبد ولا المخ. الوظيفة العليا في المخ اللي هي التفكير والعواطف والسلوك هي دي النفس. فاذا بتأثر على كل حاجة. فانا بقول لك نفسية المصريين او اللي احنا بنسميها مندل هيرت، الصحة النفسية بتاعت المصريين اليومين دولت فيها امل، بالرغم من كل ما بيحصل دهوت، بالرغم من كل والخوف وعدم وجود الامن والحاجات دي كلها، لكن عندهم امل اكتر من ايام 25 يناير، اكتر بالحكم التيار الاسلامي. تفكيرك ايه الى يعني انصياع بنسبة كبيرة جدا للناس وقبول؟ دلوقتي احنا داخلين في الشهر الثاني لحظر التجول، مش عادة المصريين. حدك فاكر الحظر التجول الاولاني في يناير 2000 عشان ما كانش حد بيحترمه يعني. اللي هو اتعمل في الاسماعيليه والحتت دهيت، لا انا بتكلم في لعب كره يوميه، لا لكن في حتى في عهد الرئيس مرسي لما حصل في اقاليم القناه حظر تجول ما حدش احترمه خالص، لا ما حدش احترمه خالص، وده اللي انا اقصده. طب تفسيرك انه المصريين 8 اسابيع اعلى فتره حظر في تاريخهم يعني. يعني انا رايي ان هو حسب ان هو حد الاقصى شهرين او ثلاثه يعني. انا متهيألي وافتكر الرئيس الوزراء قال اعتقد ان هو قبل 8 نوفمبر. ايوه ده من الناحيه السياسيه، انا بتكلم قبول المصريين ده وانصياحهم له وعدم تذمرهم منه. لا المصريين دولت شعب بتاع فرفشه لذيذ يعني، والسهر عندهم ده مهم جدا، والقعاد في القهاوي ده مهم جدا، والقعاد في المطاعم ده مهم جدا، فده حرم جزء كبير جدا. ولكن لما تشوف اللي كان بيحصل في البلد وضرورة ان احنا الامن يتربط شوية لازم كنا نستحمل، ولكن طبيعة الشعب المصري اعتقد اي شعب بس الناس استحملت. ما هو ده المزل، ده دليل ان هما كانوا عاوزين يعني. اصل امن الانسان ده هو ده يعني، ولا تقول لي اقتصاد، ولا تقول لي سياحة، ولا تقول لي تعليم، ولا تقول لي صحة، ولا تقول لي اي حاجة من غير امن يعني. بيخش يضرب الدكاترة في الرعاية المركزة، عاوز ايه اكتر من كده؟ انفلات يعني. يبقى ادي الطب بيخشوا على السياح زي ما انت شايف، الاقتصاد مين هيستثمر في هذه الطريقة؟ فاذا امن الانسان اذا كان هذه الطوارئ ممكن انها تساعد في ان احنا الامن يستتب بعض الشيء، فكلنا نقبله، وكلنا قفلنا عاداتنا، وكلنا قفلنا كل حاجة عشان البتاع ده، وما كانش عندنا اي نوع من انواع الضيق، ما عدا ان هي خلت السياسات تزيد زيادة زيادة الاهتمام بالسياسة. في نهاية هذا الحوار تسمح لي أشكر حضرتك على وقتك وعلمك لازم نعتنى إياه. تصبحوا على خير، ولا يحفظ الله مصر من كل سوء.